بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض الملفات اللي موجودة أو الشيتات اللي موجودة في المشروع، فأقول له شيتس، هيبدأ يفتح لي الملفات. أقدر من هنا أعمل سيرش، لو أنا بدور على ملف معين أروح أكتب مثلا أنا بدور على الحاجة اللي فيها حرف إيه مثلا، فيبدأ يجيب لي كل اللي فيهم حرف الإيه. ممكن أقول له أنا عايز أعمل فلتر، فلتر أهوت فلتر بقى، أقول له أنا عايز مثلا الحاجات الاركتشر مثلا، تمام. طيب انت عايز انهي اصدار؟ انا عايز الايشيو في الكونستراكشن، تمام. ده جاب لي الحاجات اللي هي ايشيو فور كونستراكشن، تقدر تعمل سيلكت عليهم وتقول له انا عايز اعمل لهم شير وتشوف انت عايز تشيرهم مع مين، تمام. انا عايز اشير اعمل اديت للحاجات اللي متحدده، مثلا دول حط لهم اركتشر وحط لهم كمان الكتريكال وحط لهم كمان فاير الارم وسيف شينج على سبيل المثال يعني، تمام اهوت. ممكن تلغيهم لو انت عايز، ممكن تعمل ابلود لملفات اخرى. ممكن تيجي هنا على مانج فيرجنز وتعمل سيلكت. هنا بيقول لي ايه ان الايشيو التاريخ بتاعها كان 24 يناير، ده السيت نيم بتاعها مكتوب كده، فاقول له لا غيرها بدل كده خليها اي اف سي، تمام. وده التاريخ بتاعها، اقول له سيف شينج، تمام. وممكن تيجي في اي لحظه تعمل سيلكت عليهم وتقول له انا عايز اعمل لهم ديليت او تعمل فيرجن سيت جديده زي ما انت عايز. ممكن تقول له اديت تغير التاريخ